أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، والذي نخصصه للزيارة التي وصفها الإعلام بالتاريخية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، وهي الأولى منذ 12 عاما. سنركز طبعا على هذه الزيارة وتأثيرها على غزة، وملفنا طبعا ما زلنا نركز على هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة. الليلة نبدأ بضيفنا مباشرة لأنه معنا الآن جاهز. نرحب بالسيد فراس رضوان أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. سيد أوغلو، مساء الخير. نسأل، ما أهمية هذه الزيارة التي تأتي بعد 12 عاما من آخر مرة كان فيها الرئيس أردوغان في القاهرة؟ مساء النور. طبعا بالنسبة لهذه الزيارة، يعني أنا أعتقد هي مرتبطة بمتغيرات الوضع الإقليمي بشكل كبير في رأي استراتيجية. إذا بدأنا بتركيا، تركيا تشهد تراجعات اقتصادية واضحة، تراجع الليرة أمام الدولار بشكل سيء، حقيقة ليس بشكل حتى عادي، أقل من ذلك. أيضا التجاذبات في شرق المتوسط وصلت إلى حد الصدام العسكري بين تركيا واليونان ومن خلفها فرنسا، ونعلم مدى التحالف الذي حصل بين اليونان ومصر في هذا القضية. أظن أن تركيا تريد سحب الدولة المصرية من ذلك التحالف. النقطة الثالثة، الاستغلال الإسرائيلي لما يحصل في غزة ومحاولتها لإنهاء القضية الفلسطينية، وهذا بحد ذاته تطور آخر للسيطرة على الشرق المتوسط من تلك المناطق، أيضا من مسألة الغاز وغيرها. إضافة إلى أن تريد تركيا ربما التوسع الاقتصادي بشكل كبير بينها وبين مصر كعلاقات ثنائية، أيضا أن تكون ربما مصر انطلاقة إلى بعض الدول الأفريقية، بسبب أن كان هذا ربما مشروعا مع السودان، لكن ما يحصل مع السودان خصوصا بعد الانقلاب على البشير لم يعد هذا المشروع قائما في أن تكون السودان انطلاقة لكثير من المشاريع التركية باتجاه أفريقيا تلك المنطقة. أظن أن ربما الآن مع مصر، كون أيضا أصبحت مصر ربما الشريك التجاري الأكبر في أفريقيا. نعم. لتركيا. طيب، هي الزيارة بالتأكيد متعددة الزوايا والملفات. تركيا والرئيس أردوغان بالتأكيد سيتحدث عن ليبيا وعن المتوسط وعن السودان وعن غيرها من الملفات، ولكن ما نود التركيز عليه الحقيقة هو غزة، على اعتبار بأن غزة الآن تنزف، تواجه عدوان غير مسبوق. فنسأل، ماذا في جعبة الرئيس أردوغان ربما لطرحه فيما يتعلق بغزة على نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟ هل نتوقع يعني حلحلة ما في التعاطي مع غزة الحقيقة التي تواجه مشكلة حتى في دخول المساعدات؟ اولا نعم، اولا كانت القضية الفلسطينية او غزة تحديدا هي التصريح الأول لكلا الطرفين، تكلموا بداية عن غزة عن كلا الطرفين. أيضا هنا قبل الوصول إلى مصر وحتى الوصول إلى الإمارات قبلها، كان أيضا تصريح لأردوغان يقول أن على علينا أن نلزم أو نجبر إسرائيل بالاعتراف بمسألة الدولتين، لكن كيفية هذا تطبيق الأمر أنا لا أعلم، لأن أظن أن تصطف تركيا خلف مصر في دعمها بشكل مباشر، لأن الدخول على رفح ربما يهدد السلام أو اتفاقية السلام بين الطرفين. ربما هذه نقطة انطلاق جيدة، لأن أيضا تركيا تحتفظ بأوراق حماس، لديها قيادات موجودة، لديها الدعم في هذا السياق، لديها يعني أيضا لديها تواصل مع إيران أيضا في هذا السياق. هذه نقطة. النقطة الثانية أنا أراه أن الضغط التركي وحتى المصري قبلا، يعني قبل هذه الزيارة، كان ضعيفا على الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أظن بيدها أكثر التحكم في مسألة الحرب في غزة. وهذا الأمر أظن يجب الآن بعد التلاقي على الأقل بين الرئيسين أن يصبح الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أكبر، لأن يعني هذه المنطقة في النهاية تعيش فيها مصر وتعيش فيها تركيا ولا تعيش فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هذه المنطقة منطقة سكان هذا الإقليم. هذا أيضا يجب وضعه على الولايات المتحدة الأمريكية التي هي ليست من سكان هذا الإقليم، ولا حتى روسيا التي متواجدة في سوريا. أيضا أظن النقطة الثالثة هو تفعيل
العلاقات الأوروبية. ليست كل أوروبا هي متفقة أو موافقة على هذا الحرب. سمعنا إسبانيا، إيرلندا، بلجيكا. يعني يجب أظن تنسيق جهود أكثر بهذا الشأن، وإلا سيبقى كل هذا الضغط يعني ورق حقيقة، يعني ضغط على ورق لا يفيد. لكن الواجهة الحقيقية لهذا الضغط تبدأ عبر مصر. هذا ما أقرأه من خطاب الرئيس أردوغان هناك في مصر أو قبل ذلك. وإذا دعمت تركيا بشكل كبير مصر في هذا الأمر، طبعا خلفها ربما الدول العربية فعلت ذلك، يصبح الموضوع أصعب على إسرائيل، أقلها تهديد بفسق اتفاقية السلام. طيب يعني في هذا السياق سيد أوغلو، لا ترى أن الرئيس أردوغان ربما يبادر مبادرة قد تثير يعني في هذا السياق، أن يبادر بزيارة معبر رفح صحبة الرئيس المصري أو بدونه؟ هل تراه قد يبادر في هذا الاتجاه؟ حقيقة ليس لدي معلومات إذا كان سيبادر إلى الذهاب إلى هناك، ولكن هل يفيد هذا الذهاب بأن لا يصبح هناك يعني كرسالة تحدي إلى إسرائيل؟ لأن قبل ذلك عندما كان رئيس أردوغان قال أن رفض أن حماس كمنظمة إرهابية وقال هي جبهة جهادية تحررية، تماما ما قالته إسرائيل، قالت تركيا هي اللسان الناطق عن حماس. فزيارة مثل هذه إذا كانت ستؤجج الموقف أكثر، بمعنى أنه تصبح تحدي لإسرائيل وتزيد الهجوم في غزة أو الولايات المتحدة الأمريكية تراه هذا الشكل أيضا، ربما قد لا يكون ذلك الزيارة. أو إذا كانت هناك فعلا يعني صيغة تحدي يريدها، وأنا أستبعد ذلك نوعا ما، قد تكون هذه الزيارة. لكن ما يهمني في هذه القضية أن يكون الدعم التركي ثابت قوي، وليس فقط يعني أن يكون أقاويل ليس أكثر. نعم. أن يكون هناك ضغط هذا 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 هو المهم. كما أشرت يعني القول سهل، ولكن الفعل هو المطلوب، لأنه كما تعلم سيد أوغلو الكيان الإسرائيلي المحتل وهو يحتل الأرض ويعني يقتل المواطن الفلسطيني أكان في الضفة أو في غزة، ومع هذا تأتيه الزيارات المساندة الأوروبية وعلى عينك تاجر يعني أمام رؤوس الأشهاد كما يقال، ويأتيه السلاح الأمريكي وأمام مرأة ومسمع من الدول العربية والإسلامية، ولا أحد يتساءل لماذا السلاح والمحتل الصهيوني يقتل الفلسطينيين، ويأتيه الدعم أشكال والوان. هل ترى أنه الآن فرصة والحقيقة، وأنا لا آتي بجديد، يعني الشارع العربي لم يكن تمام الرضا على الموقف التركي طيلة الشهور الأربعة لهذا العدوان؟ الموقف التركي الحقيقة لا أقول كان مخيب، ولكن كان دون مستوى تطلعات شعوب المنطقة. هل تكون، وهنا سؤالي، هل تكون هذه القمة بين الرئيس أردوغان والرئيس المصري ربما بداية لتحريك في المواقف وفاعلية في التعاطي مع ملف غزة من حيث الدعم بالمواد الغذائية والتهديد ربما حتى بالدعم بالسلاح؟ لما لا، على الأقل من باب التهديد حتى يشعر المحتل الصهيوني بأن غزة ليست وحيدة. أنا أتفق معك في هذا الأمر. أولا هذه الزيارة باتجاه مصر أظن ستقوي الموقف في كل التأكيد، يعني هذا أنا أراه واضح على الأقل لإثبات ذاتها. تركيا كقوة عسكرية قوة هائلة جدا، يعني حتى الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يصطدم مع الجيش التركي، ولكن هل هذا وارد؟ مستحيل، بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت قوتها العسكرية بالتهديد. يعني عندما ترسل بارجتين هو تهديد صريح عسكري لكل المنطقة. الآن ربما تتغير نوعية التعاطي في هذا الأمر. النقطة الثانية، التهديد بتوريد السلاح إلى حماس أظن هو أمر وارد جدا، لأن بعد ذلك ماذا سيكون؟ يعني هل تستطيع مصر أن تضيف إلى مشاكلها مشاكل أخرى؟ مصر حقيقة لديها دائرة نار، لعدم استقرار في ليبيا كما تريد، السودان بشكل خطير، الحرب الأهلية،
قطع المياه من أثيوبيا، هذا بحد ذاته يدمر الدولة المصرية، هذا شيء خطير جدا. والآن الحرب على أراضيها في سيناء، وأكثر من 2 مليون شخص قد ينزحون إلى من أراضيهم باتجاهها، هذا يعني أظن لا يوجد كارثة أكبر من ذلك. ولذلك أظن أن مسألة التهديد بالسلاح ليست بعيدة، أقرأها بين السطور من الأردن ابتداء، عندما قالت أن الملك الأردني في الأمس قال شيء لا يمكن السكوت عن هذا الأمر، وأيضا قالوا هو تهديد بإعلان الحرب على الأردن. الآن المواقف المصرية تزداد شدة، لكن أنا أظن الآن بعد الزيارة يجب أن تكون حازمة أكثر، بمعنى أن لا لدخول رفح مثلا، وكل السيناريوهات واردة كما قالوا في الأمس، يعني هذا يعني عقل جيد. اليوم جبهة الجنوب اللبناني ستشتعل، وهذا ما يظهر يعني في الساعات الماضية. نعم صحيح، نعم، وحتى بعد خطاب حسن نصر الله في الأمس بدأ هذا التصعيد. أنا أظن أن الوضع الإسرائيلي سيء، ويمكن الاستفادة من هذا الأمر، لأن لا تستطيع أظن إسرائيل أن تقاتل على جبهتين أو أكثر كعسكريا وحتى سياسيا. يعني أظن أن الوضع مناسب الآن للضغط بشكل كبير على هذا الأمر، ولكن كما قلت على تركيا أن تكون فعلا واقفة وقفة حقيقية كما تفضلت، أن يكون هناك تهديد مبطن لإسرائيل ببعض الأمور ولتوقف الحرب على أقلها، ليس لشيء آخر يعني. صحيح صحيح. السيد فراس رضوان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من إسطنبول، أشكرك جزيل الشكر. نعود للجمهور مباشرة، ومعنا أبو أسامة. مساء الخير. السلام عليكم يا أخي صالح. وعليك السلام يا أخي صالح. هذه الزيارة ديال أردوغان إن شاء الله تكون مفتاح لإخواننا في غزة إن شاء الله الرحمن الرحيم، ونطلبوا من هاد الزعماء العرب حتى هما خاصهم يشاركوا ويمشوا لمصر إن شاء الله، ويكون لنا فاتح الخير. جميل، شكرا لك أبو أسامة، أشكرك. طيب معنا مشارك ثاني، زملائي على الاتصالات. صالح مساء الخير. صالح تفضل. أخي صالح السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أخي صالح، ألم تعقد القمم العربية والإسلامية يعني ولم تجدي شيئا لصالح فلسطين أو غزة؟ يعني مصر وتركيا أليس هما الدولتان الكبيرتين في المنطقة؟ يعني ماذا تريد من تركيا ومصر الدولتان الكبيرتان المطبعتان مع إسرائيل يا أخي، ولم تسحب لم تتجرأ على سحب سفرائها من إسرائيل يا أخي صالح؟ يعني سبحان الله، والله العظيم لو تركوا يعني الشعوب العربية والسجناء في العالم العربي والإسلامي لحررت فلسطين يا أخي صالح. يعني الإنسان لا نغطي الشمس بعين الغربال. لا 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 يا رجل يا رجل يا رجل، صرح كما تشاء، حدا يعني قال لك ما تصرح أنا أستمع إليك، تفضل. من يغطي عين الشمس بالغرب؟ إيه؟ تفضل قل ما تراه يا رجل، ليش اللوم والعتب؟ أعطيني رأيك، هذا برنامج الجمهور، أنت ماذا ترى؟ تفضل. أنا أرى أن على الدول العربية والإسلامية مساندة غزة يعني بالسلاح وبالمال وبالأسلحة وبكل ما تحتاجه المقاومة يا أخي صالح. شكرا لك صالح من فرنسا. يعني واحد يجيك يعتب، تفضل عزيزي أعطيني تصريحك، أهلا وسهلا بك. أبو سعد من المغرب يقول السلطة الفلسطينية هي صورة مصغرة للأنظمة العربية، خيانة وعمالة وانبطاح، وكلها شبه منزوعة السلاح في مواجهة الغرب الاستعماري، إلا ما تستعين به على قمع الشعوب أو الاقتتال فيما بينها، يقول أبو سعد. جمانة داود من أو جميلة داود من الأردن عفوا، السيد عباس صمت ظهرا ونطق كفرا، كيف يطلب من حماس إنجاز الصفقة وعلى أي أساس؟ هل تتنازل حماس عن مطالبها لترضي السيد عباس؟ ومن يوجهه من المسؤولين المحتلين تتساءل؟ على أي حال تقول لا نتوقع أبدا أن يتفوه عباس بأي كلمة لمصلحة المقاومة. أبو حسام من الأردن يقول الغضب الساطع آت، نتوقع عند التهجير سوف تتحرك الدول التي تعتبر الفلسطينيين سوف
يخلون بالنظام الأمني لهم وربما زوالهم. نريد حلقة مع جمعية شخص من جمعية العلماء المسلمين. أبو حسام، أنا الحقيقة رسالتك لم أستوعبها، وطلبك أيضا ليس بكامل الوضوح. على كل حال، عرفات من مصر، مساء الخير. مساء النور يا سيد صالح. يا هلا بك. في الإنجيل كان هناك في سفر التكوين يقول أن في الوقت الذي كان فيه العالم جوعا كانت مصر من جميع أقطارها غنية بشعبها وبغذائها. السيد أردوغان لما جاي النهاردة يا سيد صالح، يعني ولله العزة، يعني من كان بالأمس قال أن السيسي قاتل ولن أمد يدي ليده، ومن قال أن السيسي منقلب ولن أصافحه، ومن قال أن السيسي وأن وأن وأن، في الوقت الذي عف فيه السيد عبد الفتاح السيسي لسانه عن أن يذكر هذا الرجل أو غيره بإساءات، أجد النهاردة من مصلحة الشعبين كدولتين إسلاميتين كبيرتين لمصلحة اقتصاد هاتين الدولتين، يعني إيه زي ما أقول لك، الرئيس الأردوغان رئيس برجماتي، يعني حيثما المصلحة تدور يذهب حولها، لا يتفرق معاه إذا كان هذا إخوان غير إخوان، هذا حسبما زي ما بنقول يعرف من أين تأكل الكتف، وهذا ليس بعيب فيه. ولكن نحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو راجل صامد على المبدأ، لم يتزحزح ولم يتغير. يا راجل بربك والله زودتها، يعني أنا سكتت على الأول لكن في الآخر يعني وصلتها لحد الحنجرة، يعني ثابت على المبدأ. وين المبدأ بربك؟ أعطيني مبدأ واحد، أعطيني مبدأ واحد. مبدأ يا عرفات، تستشهد لي بالآيات والأحاديث طول النهار، أعطيني مبدأ واحد ثابت عليه عبد الفتاح السيسي. أنا 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 المرة دي لم أستشهد بالقرآن ولا بالأحاديث، استشهدت بالإنجيل. من عادتك، من طبيعتك طبعا. يعني تفضل تفضل. أنا مش عارف أقول إيه. المبدأ الوحيد الذي بدأه السيسي هو الحفاظ على المقدرات الشعب المصري وبناؤه وجعله في مصاف الدول المتقدمة. وكان اليوم قرأت قبل ما أكلمك يعني بثواني جنرال إسرائيلي يقول أن مصر الدولة التي فقيرة نوعا ما لقد سلحت نفسها وأعدت نفسها وجمعت العدة وأنشأت الأنفاق، فحتى إذا قطعت المعاهدات التي بيننا وبين مصر صارت أكبر عدو لنا في الشرق الأوسط. جميل. وهذا كلام ليس من كلام ولا من كلام. وبالأمس قال أفيكتور ليبرمان، زمان بعت لك الفيديو، إن مصر هي التي ترسل السلاح إلى غزة، ولا بد من القطع العلاقات، ولا بد من محور في يعني كلام كتير. طب إذا أنتم متهمينكم، اسمعني إذا متهمينكم بإرسال السلاح وأنت طول النهار تكررها على الهواء، فليش ما تقولوا على عينك يا تاجر سنرسل شاحنات على الملأ إلى غزة محملة بالسلاح مثل ما تعمل أمريكا؟ ليش ترسلوا فيها بالسر إذا كلامك صح؟ طبعا أنا الوقت، أنت سمعت وزير المالية الإسرائيلي نفسه تكلم هذا الكلام ولا الحاج عرفة اللي بتكلمه؟ أنا الصهاينة ليسوا مصدر خبر بالنسبة لي، ليسوا مصدر لا خبر ولا مصدر ثقة أبدا، هم مجموعة من قطاع الطرق المجرمين أكثر من ذلك. تفضل سليم. هو الوقت العلاقات الدولية يفيدني أنني أعلن أننا مثلا دولة زي إيران نعلم أنها هي من تسلح حزب الله وهي من تسلح الحوثي، وخرجت بالأمس القريب قالت لا يا حبيبي أنا ماليش دعوة بما يحدث هنا وذاك. السياسة يا سيد صالح ليست عركة شوارع كما تريد أن تدخلني إليها، السياسة لها ناسها ولها أهدافها، المهم الهدف الذي دعنا نختم معك بما يفيد يا عرفات، رغم أني شخصيا مع كل الاحترام والتقدير لك أنا لا أصدق بأن مصر ترسل خرطوشة واحدة لغزة للأسف، لكن اسمح لي أسألك في الممكن، هل بعد هذه الزيارة سنرى أن الشاحنات على الأقل تتحرك بسرعة إلى غزة، وبدل ما تدخل 50 شاحنة باليوم أو 20 تدخل 500، وأن الشاحنات التي كانت تفتشها إسرائيل يتوقف هذا الأمر إلى الأبد، لأنه لا يحق لإسرائيل أن تفتشها، تدخل الشاحنات من مصر مباشرة إلى معبر رفح، واللي مش عاجبه من الصهاينة اسمعني، واللي مش عاجبه من الصهاينة يروح يبلط المتوسط. هل يمكن للرئاسة المصرية أن تقول ذلك؟
ما هو اللهم صل على النبي، السيد أردوغان فعلها قبل ذلك بسفينة مرمرة وضربتها إسرائيل. والزيارة اليوم يا سيد صالح للدولتين أكثر منهم شعارات، عشان ما نقولش برضو يعني إيه، ما ناخدش الكلام منحى كبير. الزيارة اقتصادية بالمقام الأول للدولتين، وقد اتفقوا على الزيارة الثانية لا في شهر أربعة. الملف رقم واحد هو غزة عزيزي، الملف رقم واحد غزة، قالوا أو لم يقولوا، هذا معروف، حتى توقيت الزيارة مع يعني يشير إلى هذا. تفضل سيد صالح. الطيارات الإسرائيلية، المجال الجوي الإسرائيلي صغير، لا تقدر على المناورة والتدريب. الاتفاقية بين تركيا وإسرائيل قائمة لتدريب الطيارين الإسرائيليين داخل تركيا. احنا مش عايزين ندي الموضوع اكبر من حضره علشان المستمع الكريم ما يعني ما ايه يعني كفانا إسرائيل ومن وراء إسرائيل في البحر، وكفانا لن نترك غزة وحدها، وكفانا الشعارات الجوفاء ديت ما لم يكن منها الظهر. كلام جميل، شكرا لك عرفات. إذا عرفات أشكرك عرفات، شكرا لك عرفات. يعني قولي لكم بالعربي الفصيح، ما تتوقعوا الكثير، فهذا مطبع وذاك مطبع، ذاك يدرب الطيارين الإسرائيليين، وعبد الفتاح السيسي لم يترك شيئا إلا وقدمه للصهاينة. أنا أعتقد لم في شيء واحد لم يقدمه، ربما بدلته اللي لابسها، لأنه كل شيء الحقيقة بإمكان الإسرائيليين أن يفعلوه. يأتوا سياح لمصر وهم محميون، يعربدوا على الحدود محميون، مسحوا غزة مسحا ولا يطالهم المصريون بكلمة. كل ما هدد به عبد الفتاح السيسي أنه لو فلسطيني مش إسرائيلية، ركز معي، لو فلسطيني واحد حط رجله في سيناء سيقطع العلاقات أو يجمدها بين مصر والمحتل الصهيوني. ما شاء الله عليه، يعني ليش ما يقول أي إسرائيلي يحط رجله في سيناء سأقطع العلاقات؟ الفلسطيني إذا وضع رجله، هو وضع رجله مضطر ليس راغب. لكن من يفهم السيد عبد الفتاح السيسي ذلك؟ على كل حال، خلاصة كلام عرفات أنه لا تتوقع الكثير، أنا هكذا أفهم ما قاله. محمود من بريطانيا ربما عنده رد، تفضل محمود. السلام عليكم. مرحبا أستاذ الأزرق. يا أهلا بيك يا حج عرفات. يا حج عرفات، مصر لما استلمت قطاع غزة منذ عام 48 كان يحكمه ضابط مصري اسمه الحاكم العام لقطاع غزة، وكانت منذ عام 48 و56 و67 مصر هي التي تتحكم في قطاع غزة. وأنا أقول لك يا عرفات، الإيمان هو أنك أنت تدافع عن مقدساتك مع مقدسات الدولة الإسلامية. إذا كان أردوغان وصل إلى القاهرة هو عشان يدافع عن غزة ويدافع عن بيت المقدس، وإنت مطالب أن تدافع عن بيت المقدس وعن القدس، مصر محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء. ويا ريت يا عرفات كل يوم تقرأ لي سورة الإسراء، أول آية في سورة الإسراء، وانت تعرف ان الدفاع عن المسجد الاقصى هو فرض حق دين على كل مجاهد وعلى كل بالغ ان يجاهد في سبيل الله، اما ان يجاهد بماله او يجاهد بنفسه. وانت يا عرفات يعني لما تقول ان مصر محافظه على الطريق، اي طريق يا عرفات؟ طريق كامب ديفيد اللي هو عمله السادات وأوهم الشعب المصري وقال لهم إن كنتم فراعنة، أم طريق الحرية اللي هو اختارته شعب غزة وأهل غزة إنه يقف ويحارب الاستعمار الأمريكي والبريطاني والصهيوني على؟ تصدر جدول أعمال مباحثاته مع السيسي لافتا إلى أن توصيل المساعدات إلى غزة من أهم أولوياتهما، وأكد أردوغان أن بلاده لن تقبل تهجير سكان قطاع غزة، وأعرب عن تقديره لدور مصر برفض التهجير القسري. تأتي هذه الزيارة في وقت استمرت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية المدعومة أمريكيا في قصفها وهجماتها على النازحين في مناطق مختلفة من القطاع، في الوقت الذي حذرت فيه المنظمات الإنسانية من شن عدوان بري على رفح التي فر إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين المهجرين قسرا من شمال قطاع غزة دون ملاذ آمن.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العملية العسكرية في رفح قد تؤدي إلى مذبحة وقد تجعل عملية الإغاثة تكاد تنتهي، معربا عن القلق الشديد بشأن تدهور الأوضاع والأمن المتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية في غزة. أعود للجمهور معنا. أحمد من فرنسا، مساء الخير أحمد. مساء الخير يا أحمد. طيب ننتقل ليمينة، مساء الخير. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام يا يمينة، تفضلي تفضلي. مساء الخير. مصر أو تركيا، مصر أو تركيا كانوا قديما والآن لا، لا أثق فيهم، لا السيسي ولا أردوغان سيجتمع من أجل حل حقيقي لفلسطين. لو كان حقيقي لفلسطين لو فعلوا شيء صح، المقاطعة أو طرد سفير، أرى الابتسامات والاحترامات للأعداء الإمبريالية والسفاح بلينكن. هل واجب أردوغان أردوغان هوا صهيوني بكى على قبر شارون وعبد كما بكى عباس على بيريز ويدكونا؟ متى بكى أردوغان على قبر أي فلان أو علان يا سيدتي؟ نعم، متى بكى أردوغان على أي قبر؟ شارون كان قاعد على قبره وعباس بكى عليه. صلي على النبي يا بنت الناس. طيب أشكرك على كل حال، شكرا لك، شكرا لك يا مينة، أشكرك، شكرا لك. البعض يبدو الحقيقة يرمي هيك أشياء ولا أدري من أين يأتي بها. أشكرك وياريت تثبتي مرة أخرى في معلوماتك حتى لا نرمي أحدا بسوء. عبد الجبار من العراق. الخير أخي صالح. يا أهلا بك أخي صالح. كما تساءلت حضرتك أثناء حوارك مع الضيف من تركيا، أعتقد أن زيارة السيد رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في هذا التوقيت بالذات في جانب منها لحث عبد الفتاح المكسيكي على فتح معبر رفح والسباح بتدفق المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة الذين يتضورون جوعا، إذا لم يرفع السيسي الحصار عن أهلنا في غزة فهو عضو فاعل في هيئة الإبادة الجماعية كما أرى، لأنه يقوم بدور مشين ألا وهو استمرار حصار غزة وتجويع أهلها إرضاء للكيان الصهيوني. طيب عبد الجبار، في لفتة واسمح لي هنا على المقاطعة سأعود إليك، في لفتة قد يفهم منها التحدي أو قد يفهم منها الوقوف مع غزة وقد يعني قد يصلح بها الرئيس التركي العتب الذي طاله في الشهور الأربعة الماضية، لأنه الحقيقة الجمهور العربي كان يتمنى من الرئيس أردوغان مواقف أكثر جرأة وأكثر حضور في معاناة يعني للوقوف مع غزة. هل ترى أن الرئيس أردوغان قد يبادر بالذهاب إلى معبر رفح كما فعل النواب الفرنسيون على الأقل؟ إذا رافقه الرئيس السيسي إلى معبر رفح سيذهب، أنا في اعتقادي أخي صالح. حتى لو ذهب منفردا يعني ما حاجته للسيسي، ربما يذهب منفردا. لا أستطيع أن أقرر ذلك لأنه جوز ما يسمح للسيسي، يقول له خاف عليك تنضرب يعني من قبل إسرائيل. طيب. أخي صالح، فضيحة بجلاجل، اسمح لي بالله. طيب. سامح شكري وزير خارجية السيسي صرح مؤخرا لقناة CNN الأمريكية، ماذا قال؟ قال معبر رفح الحدودي في الأساس هو لعبور الأشخاص وليس لعبور البضائع، يعني أن البضائع والمساعدات الإغاثية غير مسموح لها بالدخول إلى أهل غزة. شكري ورئيسه يعلمان أن الناس في غزة يتضورون جوعا وراحوا يأكلون علف الحيوانات، هذا أنت يسر. وليعلم السيسي أن جياع غزة يدعون الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلة أن يفرج عنهم برحيله عن رئاسة مصر، لأنه أصبح العقبة الكعداء أمام دخول المساعدات إليهم وكل إناء بالذي فيه ينضح. والسلام عليكم. شكرا لك عبد الجبار. في خبر آخر مؤلم الحقيقة، تدهور الوضع الصحي لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بعد تجدد النزيف في ساقه اليسرى.
تدهور إذن الوضع الصحي لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بعد تجدد نزيف في ساقه اليسرى. نذكر بأنه طائرة مسيرة صهيونية كانت أطلقت صاروخا على صحفيين من صحفي الجزيرة وأصابتهما بجراح خطيرة، أحدهما بترت قدمه والثاني بترت يده للأسف. طيب عزام عاد إلينا مرة أخرى، مساء الخير. مساء الخير أخ صالح، تحياتي لك الجميع. يا أهلا بك. إذا بتسمح لي أخ صالح، إذا بتسمح إني أشارك بالساعة الأولى، أنا ما تفضل يعني تفضل أخلط بين الموضوعين بطريقتك ذكية. ماشي، شكرا كثير. محمود عباس على حكاية البدلة العسكرية تبع زي أوكرانيا، أصلا عمره في حياته ما لبس بدلة عسكرية، أنا بحكي لك يا أخ صالح، هذه واحدة. اثنين، على فكرة محمود عباس وشلته كلهم بيكرهوا أبناء غزة كلها، مش المقاومة، أبناء غزة كلها. والمقاومة معهم طبعا، يعني يعني احنا ليش نطلب من التانيين يجروا على معبر رفح؟ طب ليش محمود عباس ما راحش على معبر رفح؟ بلاش يقول جوا، هذه واحدة. اثنين، على فكرة دائما من أيام ما كنا في لبنان كان هذول محسوبين على الضفة وهذول محسوبين على غزة، وبحكي لك إياها أنا بصراحة، أنا بحكي لك لأول مرة أحكي لك إياها. حتى في الجزائر كانت السفارة محسوبة على أبناء غزة والملحقية العسكرية محسوبة على أبناء الضفة. أنا بدي أرجع لك لأساس إنه محمود عباس لما بيطلب من المقاومة بتسهيل أو إنه الصفقة، يعني شو يتنازل على شو؟ هل يتنازلوا من أهل الجنوب ما يروحوا على الشمال؟ هل يتنازلوا الأسير مقابل أسير؟ هل يتنازلوا على الأقصى يباح يوميا؟ هل يتنازلوا على الضفة الغربية تستباح يوميا مستوطنات وقتل وذبح وجذبه؟ هل يتنازلوا على حصار غزة يظلها مستمرة؟ على شو يتنازل يعني؟ شو بطلب منهم هو؟ هذا مطلب صهيوني، واللي حواليه كلهم صهاينة. محمود عباس على فكرة هو لما حقول لك أنه خاين فعلا خاين. طيب ماذا تفهم من الخبر العاجل الذي ذكرناه منذ قليل؟ بن كفير يقول نقلنا مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل عقب معلومات عن انتفاضة مخطط لها. يا أخ صالح، لأنه أنت من 3-4 أيام الأجهزة الأمنية مسكوا الشباب وأخذوا سلاحهم وسحبوا سلاحهم، وهناك أصلاً الإسرائيليين نفسهم حكوا إنه خايفين من على فكرة من 14.5 إنه خايفين من انتفاضة في الضفة. يعني الانتفاضة برأيك الذي يعطلها هي قوات أمن السلطة أو كانت اندلعت منذ مدة؟ والله بحلف لك ألف يمين هم المعطلينها. الله أكبر يا رجل، حبسوا يا أقصال حدولة. هذول على فكرة هذول الشلة هذول مربوطين بالأمريكان والإسرائيليين. أنت عارف أنا بقول لك طيب يا أخي، يعني لا يشكك أحد بأنه فتح أغلبها شرفاء، ولا يشكك أحد بأنه باقي الفصائل أيضا الأجزاء في السلطة أغلبهم شرفاء وأهل الضفة كذلك. ماذا تنتظرون يا رجل إذا كانت السلطة بهذه الخيانة وهذه الانبطاح؟ يعني مش معقول أنتم والله الشعب الفلسطيني العظيم يقودكم، يعني رئيس ينسق مع المحتل وأبنائه يذبحون في غزة، والآن يصوب باتجاه حماس في عز المعركة. يا أخ صالح، أبناء فتح، أنا بحكي لك بصراحة، أبناء فتح الشرفاء اللي بات واللي انأصار واللي جزمه هذا، هذول كلها أبناء فتح الآن، هذول تبعين دايتون وغير دايتون، وهذول جزمه هذول اللي بعرفوا الألف من كوز الذرة. عرفت كيف؟ هذول هم دربوهم وعلموهم على هيك، إذا بعرفوش جابر ياسر. يعني الأمل الوحيد في خروج البرغوثي، لو لم يخرج البرغوثي فتح لن تقوم لها قائمة. نقطة ونعود إلى السطر. نعم يا أخ صالح، نعم بس إذا بتعطيني بس مجال يعني. فضل. نعم ولا بأيدك باختصار لو سمحت، باختصار تفضل. باختصار كثير، فهنا المربط هذول اللي معطلينا وهذول اللي ذبحينا هم تبعين شلة رام الله. وأكد لك لو يعطوه لمحمود عباس رام الله لحالها، رام الله لحالها يعمل دولة فيها، هو موافق على فكرة، ها دير بالك، ها هو موافق وشلته موافقين. أما للأخ عرفات، مع احترامي إله ومع تقديري إله، ما جاب لكش ولا آية اليوم، بس جاب لك من الإنجيل تذكرها يعني ما في، جاب لك من الإنجيل لما قال لك مدام مصر قوية لهالدرجة هاي. والله أنا على حبي واحترامي إلى مصر، ليش ما بتدخلوا معونات؟ ليش ما بتوقفش على الحدود؟ مدام بتقول لي قوية غذائيا وعسكريا وجسم، ما بتقولش هاي، مش قادرين تدخلوا مي، مش قادرين تدخلوا أكل، مش قادرين تروحوا. لعل هذه الزيارة الآن للرئيس أردوغان تغير المشهد بكلمة، هل تتوقع ذلك؟ أنا أتوقع أردوغان ممكن يعني 90% إنه يوصل لمعبر رفح. شكرا لك.
عزة من ألمانيا أشكرك. وأنا مثلك الحقيقة، أتمنى أن الرئيس أردوغان يكون أول رئيس عربي وإسلامي يصل إلى معبر رفح، بل يدخل إلى غزة، وهو قادر على ذلك وأكثر. وليكن ما يكون. معقولة نحن خائفين؟ والله يمكن إسرائيل تزعل، يمكن أمريكا تزعل، يروح يبلط البحر يا رجل. أنا لا أدري كيف هذا الهوان العربي والإسلامي. والله يا أخي نحن لا نقترب من معبر رفح حتى لا نوتر الأجواء. شو لا توتر الأجواء؟ هم يذبحونك في غزة، 30,000 شهيد، وانت تقول لي حتى لا أوتر الأجواء وما زلت خايف على خاطر إسرائيل وخاطر أمريكا؟ أخي والله العظيم ليس هناك في هذه الدنيا أسوأ من الجبن والهوان أبدا. أنا أقول كلمة ربما لأول مرة، والله الوالد الله يرحمه كان يقول لي نصيحتين وأنا صغير وما زلت أذكرهم. والله يقول لي يا ابني، وربما أخويا إذا تبعني الآن يتذكر ذلك، يقول لي رد بالك من حاجتين، الخوف والحشمة. الحشمة في تونس يعني الخجل، لا تخجل، لا تكون خجول، لأنك لا تستطيع أنك تدبر أمورك في الدراسة وفي العمل وفي غيرها. والخوف، إياك من الخوف والخجل. طبعا الخجل في الإطار الجميل والجيد هذا مطلوب، لكن في ناس يعني تجده حتى في جلسة تجده لا يستطيع أن يقول كلمة. وبالتالي أسوأ ما يعني يعاني منه الزعماء العرب الآن هو الجبن، هو الخوف، وهذه مشكلتنا الآن صدقوني. وإلا هذه الأمة والله لديها من الإمكانيات. البعض يتصورنا أمة ضعيفة، لا والله مش صحيح، لدينا من الإمكانيات ما يركع المحتل الصهيوني ويركع أمريكا معه، صدقوني أقول هذا كلام ولا أبالغ. ولكن الجبن لدى هذه الأنظمة العربية وعدم تمثيلها لشعوبها. أحمد من مصر مساء الخير. أحمد السلام عليكم. السلام وعليك عليكم. السلام تفضل. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام تفضل. أخبار حضرتك إيه؟ يا هلا بيك. أنا بس حابب أقول أي كلمة صغيرة بس قبل ما أقول المدخلة. هو بالنسبة لمعبر رفح هو معبر للأفراد فعلا، ومعبر كرم أبو سالم ده معبر للبضايع، للأخ العراقي اللي كان بيتكلم حالا وبيخلط رقب بعضه. تاني حاجة كنت عايز أقول للمدخلة بتاعتي بقى، اللي هو كفاية تحامل على مصر، يعني كفاية تحامل على مصر. العالم العربي كله، لا صوت للعالم العربي كله إلا مصر، لا صوت للجزائر، لا صوت لتونس، لا المغرب، ما هيش موجودة. لأنكم أنتم يا رجل عندكم معبر رفح، الدول العربية الثانية ما عندها معابر يا رجل. أنتم عندكم معبر رفح وتغلقونه بالمفتاح. يا أخ صالح، يا أخ صالح، إذا كان الكلام يتقال إن السيسي مانع دخول المساعدات، كلام جميل، البحر موجود، خلي العرب يفكوا الحصار على غزة، يرسلوا سفن بمساعدات للبحر، يفكوا الحصار، يشوفوا هيقدروا ولا مش هيقدروا، يبعتوا طيارات تنزل المساعدات. هل هيقدروا يعملوا ده؟ هل في دولة تقدر ترسل سفينة تكسر بها حصار غزة؟ دي حاجة. تاني حاجة، معروف يا أخ صالح إن مفيش مساعدات بتخش في منطقة حرب إلا بتنسيق بين الأطراف المتحاربة عشان المساعدات ما تتضربش. طب خلي مصر بكرة قررت تدخل المساعدات بدون تنسيق، طيب، وحصل إن في شاحنة اتضرب، الموقف هيبقى إيه؟ أنت مالك؟ خليها تتضرب، خليها تتضرب، دع المحتل يضربها. حلو، وإذا اتضربت أنت ما عندك مشكلة، وإذا ضربت أنت ما عندك مسؤولية، أنت المصري، أنت المصري ما عندك دخل، خليها تتضرب. أدخل المساعدات مباشرة إلى غزة ودع المحتل يتجرأ ويضربها. لصائق مصري. شكرا لك أحمد، أشكرك. وإذا شكرا لك يا أحمد. إيه القصة مش هيك يا أحمد؟ يا أحمد أنتم تبتزون حتى الجرحى، حتى المرضى تأخذوا منهم آلاف الدولارات والآن مليون شهادة. أنتم تدافعوا على شيء لا يمكن الدفاع عنه. وإذا ضربتها إسرائيل أنت مالك؟ خليها تضربها، خلي هذا المحتل يتعرى أمام المجتمع الدولي أكثر وأكثر يا سيدي، مش يضربها. أنتم ارموا الشاحنات داخل معبركم، سيأتيها المواطنون الفلسطينيون أشبال غزة، أشبال غزة، الأطفال اللي طوله شبر هذا سيأتي ويقود الشاحنة بنفسه لأنه شجاع ولا يخاف. أنت مش شفت الطفل البارح اللي قال ما بخافش؟ هذا شعب الجبارين. أنت خايف من المحتل وبالك يضربها المحتل، وبالك يضربها المحتل، ليش ما ترسل معاها جنود
أبطال مصر يحمونها. هوان مصري ليس بعده هوان. ويقول لي روحوا أنتم على البحر وروح على البحر. أنتم حتى المواطنين تبتزوهم على المعبر يا رجل. شركة هلا الخيانية هذه سيأتي يوم تحاسب ويحاسب من يقف خلفها كائنا من كان. والله أقول هذا وسيعرف المصريون يوما ما سيحاسب كل هؤلاء المرتزقة الذين يبتزون إخوانهم على المعبر ويدفعوا هذا 5,000 دولار وهذا 10,000 دولار وأسر تدفع كل ما حيلتها من أموال حتى تغادر لأنها مضطرة للمغادرة. وما تزال هذه الشركة وكل هؤلاء المتمعشين يشربون دماء إخوانهم في غزة والسلطة تعرف ولا تتحرك. وجاي تحكي لي يا رجل أحمد من فرنسا. صالح يا أهلا بك. أولا نعزي إخواننا في فلسطين. أخي صالح يعنيك عرفت اليوم قال لك الرؤساء براغماتية على أردوغان وعلى عبد الفتاح السيسي. أنا أقول لك أخي صالح والله إلا راك أنت يمشي بعيد. إخوان الغزيين ولو كما قال المصري مية يعني كإن بوتايدو قرعة تاع ماء ما وصلوها لهمش. أنا بكل صراحة ولو أحترم أن أردوغان أحترمه كثيرا ولكن في هذه المواقف من 7 نوفمبر من 7 أكتوبر لليوم أقول وخاصة والله لا عندي ثقة في الدول المطبعة. لماذا؟ كيفاش انت يا باغي يعني تحول باغي يعني تحبس هذا المعركة نتاع الكيان الصهيوني وانت يا بربكم يا رؤساء ما قديتوش تقطعوا حتى العلاقات. هل كان عندك يعني لو كان يعني مؤقتة يا أردوغان تقطعها مؤقتة يا السيسي يا السفاح السيسي ما نديروش فيه الأمان باتا. عرفت يكذب كيفاش هذا الإنسان اللي فاضحة بايدن وما قدش يخرج للشعب المصري ويقول ها ويقول لك يعني هناك أنباء قالت على المصري قالت يعني شكرا لك أحمد من فرنسا أشكرك. يا ريت ترتب الأفكار مستقبلا حتى ما نظل نعك يا جماعة لما تكون الأفكار مرتبة بسرعة ونخلص المعلومة. أنا أقول كلمة فقط بالنيابة على جمهوري بكامله. ربما فرصة الرئيس أردوغان أن يذهب إلى معبر رفح وأن يذهب إلى بعد من ذلك إذا استطاع أن يدخل غزة فليفعل. أنا أقول وياريت الأتراك اللي تابعوني الآن وأي واحد عنده علاقة بالرئيس أردوغان هذا موقف الشارع العربي. الرئيس أردوغان إذا غادر القاهرة ولم يذهب إلى معبر رفح وربما يدخل غزة سيخسر الكثير. أنت الآن وصلت أنت الآن في مصر تصطحب معك الرئيس السيسي. إذا رفض قل له أنا ذاهب منفرد اذهب إلى معبر رفح. النواب الفرنسيين ليسوا أفضل منك وليسوا أكثر جرأة منك وليسوا أكثر حب لغزة وحرص على أهل غزة منك. الرئيس أردوغان قبل أن يغادر مصر عليه أن يصل إلى معبر رفح أقلها معبر رفح والمطلوب هو أن يدخل غزة وليكن ما يكون. أنا أقول إذا غادر قبل أن يذهب إلى معبر رفح على الأقل سيخسر الكثير والله وستكون هذه السيارة بلا طعم ولا رائحة. أقولها بالنيابة عن جمهور واسع. أبو سامر مساء الخير. أبو سامر والله أخ صالح اجتماع أردوغان والسيسي يعني هذول تركيا ومصر كتلة بشرية يمكن 200 مليون بني آدم وقوة عسكرية حدث ولا حرج ومساحة جغرافية يعني إسرائيل بتحطها في إسطنبول ولكن احنا الفعل تاعهم شو الفعل تاعهم؟ هل بيقدروا يسووا شيء اتجاه اسرائيل؟ يعني هم وصلوا الشعوب العربيه لمرحله انه الشعوب العربيه يئست من الحكومات ومن الحكام العرب. فيعني انت حكيت انه أردوغان فرصه انه يعني انه يوقف وقفه جاده مع اهل غزه، ما بدنا تبعث لا بوارج ولا طيارات ولا شيء، مجرد انك تروح على المعبر هذه لها دلالة سياسية شايف وفي العرف الدولي يعني معروفة. وإحنا من بداية الحرب وفود رايحة وفود جاية وزعمات رايحة ومؤتمر إسلامي ومؤتمر عربي ولقاءات ثنائية كل هاللقاءات شو سوت لأهل غزة؟ أشكرك أبو سامر تفر. أشكرك أبو سامر شكرا لك. أم إياد عبر الواتساب تقول من الجزائر كجزائرية أناشد الرئيس تبون بالتوقف عن دفع المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية وتحويلها للأونروا أو دعم مقترح ليبيا بإنشاء صندوق إسلامي لمساعدة الشعب الفلسطيني.
مصطفى من أمريكا يقول كل ما قاله عباس ما هي إلا إملاءات أمريكية وصهيونية بعد أن عجزوا أن يحققوا شيء. واعذرني طبعا أنا أختصر لأن الوقت ضيق الحقيقة. علاء من مصر يقول نرجو من سيادتكم الموضوعية من أجل القضية الفلسطينية وننحي الأجندات الشخصية والإيديولوجية وعدم المتاجرة بالقضية. لا أحد يتاجر والله، نحن اللي حرقنا يا أخي دماء إخواننا في غزة. شو هي الأجندة اللي عندنا يعني؟ الأجندة يعني أنه نصمت كما أنتم صامتون وتتفرجون على إخوانكم يستغيثون وأنتم جالسين وتسيجون الجدران بينكم وبينهم. هذه هي الموضوعية وهذه هي الابتعاد على الأجندات. تبا والله، تبا فعلا. روح اقف مع إخوانك وكن ما تكون يا سيدي، روح اقف مع أهل غزة وكن ما تكون. أنا مش سائل عليك يا رجل تكون إخواني تكون يساري، كن ما تشاء لكن كن رجل. قال لك ابتعدوا على الأجندات ولا أدري ماذا. الله أكبر يا أخي. محمد النمس من صنعاء، ما هو الموقف الذي نتوقعه من عضو الكنيسة في السلطة الفلسطينية عباس يعمل لصالح إسرائيل وليس لمصلحة الفلسطينيين؟ حسين من ليبيا أشكرك، رياض من الجزائر، نور الدين من فرنسا، أحمد الحجوري أيضا من اليمن شكرا لك، أبو محمد من اليمن شكرا لك، نادية من المغرب. رسائل كثيرة طبعا، لا أستطيع رؤية الاسم إلا إذا فتحت رسالة. مريم عفانة من الأردن، موسى نصر من الأردن، أبو أيوب من الجزائر، عبد العالي من المغرب، محمد من المغرب، حاج رضوان شكرا لك، زهير نايلي من باتنا الجزائر، عمر من المغرب، عبد المجيد من المغرب، عبد الحميد من ليبيا، فيصل من الأردن، حسن العماري، عبد الرؤوف النعاس من ليبيا، ناصر المجدوب من طرابلس، وأسماء أخرى كثيرة، ليلى من مصر وأسماء أخرى أيضا. أشكركم جميعا واعذروني إذا لم أذكر الأسماء لأن الحقيقة هذا ما سمح به الوقت. نختم كالعادة بفقرتنا الأخيرة مراسلو الرأي الحر. نبدأ هذه الفقرة الليلة من كندا، معنا رسالة من محمد. لا رجاء من النظام المصري ولا من الأنظمة العربية، كلها متواطئة يقول بالإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة ويجب تعريتها بالكامل أمام شعوبها والعالم أجمع. مصطفى من مصر، مصر أول دولة ضحت من أجل القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة ولا يجب تحميلها أكثر مما تحتمل. بكل أسف الدولة المصرية تعيش بحالة عصيبة دون سند أو نصير أمام محتل يرعاه كل قوى أو ترعاه كل قوى العالم الكبرى. رضوان فاطمي من الجزائر، اجتماع القاهرة يعتبر ضوء أخضر للكيان ومزيد من الشرعية لذبح أهل رفح. كيف يعقل لهذا العالم العربي أن يفاوض الجلاد وداعميه بهذا الإذلال والخنوع كما يقول. حسين من الأردن، حتى جوزيف بوريل خرج عن صمته بسبب شدة طغيان الصهاينة وهذا مؤشر على أنه ما زال هناك ذرة من الإنسانية لدى الغرب التي يفتقدها الكثير من القادة العرب للأسف كما يقول حسين. أبو جبريل من ألمانيا، الألم كبير ولكن فوضنا أمرنا إلى الله. الحكومة المصرية على مر التاريخ تمارس سياسة الكذب والخداع في القضية الفلسطينية كما لم تحتل بالكامل إلا من بعد حكم العسكريين في الوطن العربي. الجملة الأخيرة حقيقة لم أستوعبها. على كل حال أشكر أبو جبريل وكل من راسلنا. نختم كالعادة برقم هذه الفقرة لمن يرغب في إرسال مشاركة مكتوبة لا تزيد عن 5 أسطر أو فيديو. ما زلت أحرض على الفيديوهات وتراجعت الفيديوهات في الفترة الأخيرة، لا أدري لماذا، البعض ربما لا يريد أن يظهر صورته، لكن دائما الرسالة اللي تكون صورة وصوت هي أكثر وقع وأكثر إقناع ولهذا أحرضكم عليها. فيديو لا يزيد عن دقيقة، والدقيقة في الإعلام هي مساحة زمنية مهمة، ما تقول قليلة، لا والله. إذا أنت غير قادر أو لا تريد، هناك آخر ربما لا يمتلك موبايل ويريد أن يسجل أيضا ويوصل صوته في كل القضايا، ليس بالضرورة غزة، هناك قضايا أخرى أيضا محلية لا نتناولها، بإمكانك أن ترسل بها في دقيقة واحدة لهذا الرقم اللي أمامك واتساب 044-77-627-60-809. يا ريت اللي تابعني الآن يسجل الرقم ويقوم بتوزيعه على كل المواقع والمنتديات ويضع تحت ملاحظة مراسلو الرأي الحر من يريد أن يرسل رسالة لا تزيد عن دقيقة صورة وصوتا. بهذا نأتي لنهاية هذه الحلقة، لقاؤنا بحول الله يتجدد يوم السبت المقبل. حتى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.